نتمنى انك تكوني بخير وعلى خير. بديت معكم نهاري في الميناج، كان عندي الميناج كبير وانا نقول علاش لا ما نبارطاجش معكم هكا لقطات خفيفه ظريفه. حكيت بغا ما كان عندك الميناج كبير درتو بوحديتي، عندي واحد الانجاز كبير. مسحت كل شيء الغبره، حكيت الارض، حكيت الدوش، الحمام، البالكون، المهم كل شيء كل شيء كل شيء. ما نكذبش عليكم انه ودني دابا هاد الودن هذه ما كنسمعش بها، في هذيك ديال الطونسيون، مي بون الحمد لله ما فيها لا سخفه لا شي حاجه، لا عطاتش لا جوع لا والو. لقيتوني دابا لبست كسيوتي وغادي نخرج نمشي نشوف كنت نقول لكم النجار الخياط. نقول لك الى وصلتي لهنايا الفيديو ما تنسيش انك تخلي لي بزاف ديال لي لايك، ما خسرت حتى شي حاجه، انا عارفاكم غير كتنساو، بعد كي تخسري تضغطي على داك البوس بلو، خلي لي واحد اللايك باش تدعميني. يلا غادي تمشي معايا نشوفو الخياط. هلا وعزه دايوغ، شكرا لكم بزاف بزاف على الاقتراحات ديالكم ديال الخياطه اللي كاينين هنايا. قلت لنا السيد اللي كومونديت عنده التوب ديال الصالون غادي يمشي ريكيبيريه دابا. ما كملت 26000 اليوم، فرحت بها بزاف بزاف بزاف. 26 جمعه؟ لا ما نجيب واحد حتى نديرو 30 كا. شمعه 26 شمعه تبارك الله. صراحه كاين داك الشمع ديال العشر، دوك لي نومبغ. كاينين نومبغ، وكاين داك الشمع اللي هو واحد ولكن كيحسب كيتحسب بعشرة. كداير هذا؟ هذوك الكبار. تبارك الله هذاك غادي تزور. كبار 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 بارابو داك الصغار، داك الصغار كاين داك الصغير كيتحسب بواحد وكاين كبر منهم بواحد شي كيتحسبو بعشرة. فهمتك. المهم صراحة فرحت بها بزاف، غتقول لي أما هذا رقم بسيط مقارنة بداكشي اللي يحققوا الناس في اليوتيوب، ولكن أنا بالنسبة ليا رقم كبير ومفتخرة بكم ومفتخرة براسي ومفتخرة بالقناة ديالنا. غادية بطيئة سي فغي، غادية بحال السلحفات، كنحاول أنني نعطي ما في جهدي وما أكثر، سورتو هاد اليوميات هاد ديال البنات راه ما ساهلاش نهائيا. فخرة بكم وشكرا لكم بزاف. اي دايوغ ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، حيت النومبغ دو لايك هو اللي كيخلي الفيديو انه يطلع لعند ناس اللي ما كيعرفوناش وحتى هما ينضافوا للعائله جديده. ودايوغ لي ستاتيستيك كنلاحظت انه كاينين الناس اللي كيتفرجوا فينا ومازال ما دايرين اشتراك، فما غتخسري حتى شي حاجه ضغطي على زر الاشتراك، وما تنساوش كذلك الجرس باش دائما يوصلكم جديد. يلا غادي وصلت عند الخياط، غادي نشوفو ونرجع نقول لكم شنو كاين وانتم معايا في هذا النير. دلم ديال الخياط وديال الجلابه، ودابا جيت باش ريكيبيري التوب اللي قلت لكم كومونديتو، حيت بزاف ديال البنات صوروني ديك المره فاش درت لكم الجوله في هذا المحل هذا. كاين جا يوسفيه، كاين هنايا رشيد الكترو. شوفوا هنا كاين الوقايه، الوقايه المدنيه، غطلعوا مع داك الشارع اولا بحال واحد الزنقه ضيقه. ها هي ميزون دامو بلونو، راه عنده داك الشيء غزال، انا نهبط كاع الا بان لي شي جديد. ها هو البنات شفتوا المحل اللي كنتصورت لكم عنده ذاك النهار، نوريكم الشارع من برا حيت بزاف اللي قالوا لي صوروا لينا فين جا. كما قلت لكم تما كاين الوقايه المدنيه، الشارع الكبير اللي فيه الدبل فوا. غادي تطلعوا مع هذا الشارع هنا يبيعوا الطلامات، وهذا ها هو ميزون دامو بلونو. ديك المره كنت وريتكم الطلامات، شوفوا دابا غادي نوريكم الريدوات. ناري كيحمقوا يا البنات، شوفوا غادي نوريكم الريدوات عنده كيحمقوا اصلا. تبارك الله الموديلات اللي عنده الصراحه ما لقيتهمش شي بلاصه هنايا. شوف البنات اللي كيقلبوا على الريدوات، شوفوا هذا شحال كيحمق، هذا في البيض، هذا البيض والبرونز، شن خطير خطير. هذا في البرونز، هذا هكا، حتى هذا زويون، هكا كيبقى يجيب لكم هو بالكوموند. هادو جو برونس لي ستور، لي ستور هادو يمكن شتو تما فيهم الانواع والاشكال. انا ان شاء الله في الصالون البلدي باغا ندير ستور ومن فوقه هذاك اللي كيجي ماشي هكا، داك الاخر
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انتم راه مشكلات عنده رائعين. هذا حتى هنا حتى عندك شي غزال. راه صورت لكم المحل فين جا حيت في لي كومونتير لقيت بزاف كيسولوني امال فين جا المحل فين جا. المهم راه صورت لكم فين جا وبطبيعه الحال راه غتجيو غيبانوا لكم شكل خرين. ميمكنش نصور لكم كلشي. المهم حنا كنديروا دابا العبار ديال الخياطه. نوريكم الموديلات اللي حاطين هنا. شوفوا راه كيديروا كلشي البنات حتى المضارب. ها نتوما على ودي الصالون البلدي وهذا هما كلشي. وريكم واحد التواب ديك المره ما كنتش صورتهم لكم سنين هادو. عرفتوا يجيو شي صالون بلدي كيحمق. شوفوا هاد الفيغ هذا بهاد الموزون غزال. ها نتوما فيما كتبغيو شي توب هذا كتكومونديو كيجيبو لكم. حنا راه كوموندينا تقريبا جابو لينا. كيديروا حتى الخياطه هو النيت اللي غادي نحط عنده يتخيط. صراحه عنده داكشي غزال. هانتوما شوفوا هذا التدريج ديال هاد النيود غادي الغوز حتى هو زويون. هاد الكري ديالو حتى هو عرفتوا راه عنده داكشي كيحمق. راه كيصاوب حتى الخشب البنات. ان شاء الله في الصالون البلدي غادي نحطو عنده اكيد كيصايب حتى الخشب ديال الصالونات. هانتوما راه عندوش كيلات ميم تقدروا تعطيو الموديل اللي بغيتو غيخرجوا لكم المضارب. يعني كتجي كتقداي كلشي ودو كاليتي البنات. حتى التوب عنده غزال. انا راه تساريت التيزنيت كلها ورجعت عنده هو اللي كومونديت من عنده التوب حيت الكاليتي باينه صراحه خطيره. انا هو ان شاء الله اللي ناويه ندير ديك الفرماجه كتجي زويونه. هانتوما كيحمق هادشي ان شاء الله الله يجيب ليه الرزق. كما وريتكم قبيلات حتى الخوامي كيصاوب حتى الكنابيات. هذا راه كنت صورته لكم ديك النهار. وهي الكارت فيزيت ديالهم البنات شفتوه. نمرة التليفون ليزون دوموبلومون رشيد شبارات. هانتوما شفتو نتوما البنات. ها هي الوقايه المدنيه. كاين هنايا داك الكلينيك. هاد الزنقه هادي غطلعوا معاني شان حتى تبان لكم البانو كبيره ديال المحل سميتها ميزون دامو البنات. حطيت لسيدي تخيطو عنده نيت كما قلت لكم. راه هو كيتكلف لكم بكل شيء. كيتكلف لكم بالخياطه الخشب المضارب الريدوات عزو. عنده داكشي غزال انيق وهماوي ما شاء الله. كما قلت لكم انا درت التيزنيت كامله ورجعت عنده حيت بانوا لي عنده دي موديل اللي ما كاينينش ما دايرينش. حطيت جلال حتى هما باش يتخيطوا. المهم اليوم درنا كاع داكشي اللي كنأجلوا فيه. وراني صورت لكم فين جا صورت لكم كارت فيزيت ديالو حيت في جوج فيديوهات اللي كنت حطيت درت ضربت لكم دوره عنده. كانوا البنات سولوني فين جا اكزاكتومون فين جا فين جا. بزاف ديال البنات دازوا عندي الانستغرام وشرحت لهم. حاولت نعت لكم شويه حيت راني ما كنعرفش نعت. الدار نصايبوا الفطير ديالنا اليوم. ما غاديش ندير شي حاجه ثقيله حيت كلشي باقي غزالاتي. ما شاركتش معكم فطورنا اليوم حيت كان شي حاجه اللي ساهله وخفيفه. هنايا صايبت لي سيجار اللي ديجا صايبتها معكم. اللي بغات الوصفه ترجع الفيديوهات القدام فيها لي زيبيناغ والجبن. عرفتوا راه كيجيو رائعين. انا ولاو عندي ادمان باش ما نقول لكم. هنايا صايبت على شكل بيتزا بالخبز ديال التوست درت فيها الدجاج الفلافل والزيتون. صايبت عصير ديال لافوكا عصير ديال ليمون وخلاص الشهيره الحريره والبيض والتمر والشباكيه. والحمد لله فطور خفيف ظريف. مره مره نتكيسوا على راسنا من ديك الوقفه ديال الكوزينه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ودوزتوا معايا وقيته زوينه. غنتسناكم في التعاليق انكم تقولوا لي الطريقه ديال التصوير كيفاش جاتكم واش تبغيو فيديوهات على هذا الشكل هذا ان شاء الله. كنبغي مره مره انني نبدل في الفيديوهات ديالنا. نجيب شي حاجه جديده ماشي جديده شحال هذا اللي كنت كنصور بهذه الطريقه هذه.
فما تنسونيش بلي لايك ديالكم اكيد ما غاديش نحتاج نوصيكم. فريمون اليوميات راهم صعابين بزاف بزاف البنات صراحه, كيطلبوا بزاف ديال الجهد والواحد كيكون صايم, ولكن فاش كندخلوا كنقرا التعاليق الزوينه ديالكم لي لايك كنفرح وكنتحمس انني نكمل معكم يوميات رمضان. ومبروك علينا 26000 العقبه ان شاء الله, ما يجي في نسالي رمضان نكملوا 30000 علاش لا, كلشي ممكن. فما تنسونيش بلي لايك ديالكم بالبارطاج ديالكم, تهلاو ليا فلوسكم وانا فرحانه بكم بزاف بزاف. سلامه الفيديو تغدى ان شاء الله.